ترى الليلة عاشرها وأربع وقت إن شاء الله على من هالأيام. خل تنتقل من هذا المأتم، من هذه الأرض المقدسة إلى أرض كربلاء. تصور أنت نفسك مع رجال الحسين مثل هذه الليلة، يقول المؤرخون لهم دوي كدوي النار. من وش؟ من الطرف؟ لا، من العبادة. بين قائم وقاعد وراكع وساجد يحيون الليل من العبادة. يقول الرواد كادت المعركة تقع يوم التاسع، يوم التاسع من المحرم، ولكن الحسين التفت للعباس: أخي عباس، توجه للقوم، اطلب منهم يمهلون هذه الليلة فقط، قل لهم نطلب منكم بس هذه الليلة، ليلة العاشر، يوم العاشر نحن نطلب معكم المعركة. ليش يا أبا عبد الله بجيك جيش يساعدك من الخارج؟ قال: لا، كي أتزود من العبادة هذه الليلة. أبو علي هذه الليلة يحييها من العبادة. وإذا تشوف أصحاب الحسين بين الحسين يخبرهم ليلة العاشر مثل هذه الليلة: أصحابي، غدا نقتل، من أراد أن يمضي فليمضي، ترى باكر نقتل. وإذا هم يشوفون في فرحة هذه الليلة، في سرور، حتى أن بعضهم يمزح، زهير يمزح مع أصحابه، يلتفت لواحد يقول: يا زهير، هذه الليلة ليلة Yeah.
إنك أنت على كل شيء قدير. وبالإجابة يجب صلي على